ده اكزامبل تاني موجود عندنا ممكن تشوفوه هنا. عندك ده كومبو بوكس وهتختار منه، يا اما تختار انه يطلع لك هنا في البوكس بتاع التكست بوكس ده يطلع لك تعريف الكوكب او المجره او الممر او النجم او النيزك او الشهاب. في كل حاله انت هتختار هنا، لو اخترت اول حاله عندك انت اخترت كيس زيرو هيطلع لك الديفينيشن ده. ممكن كيس زيرو دي يبقى مكتوب فيها كلمه المجره. طب كيس 1 احنا كاتبين هنا، اخترنا هنا كيس 1، كيس 1 اللي هي كوكب، هيطلع لك الديفينيشن بتاعها، هيطبع لك مسج بوكس في التكست يقول لك ايه، جسم معتم لا يشع ضوء ولا حراره زي ما هو مكتوب قدامك هنا. دي الاسئله على الشابتر، وشوفوها وحاولوا تحلوها وشوفوا اذا كنت وضحت بالنسبه لكم الصوره والاسئله، عرفتوا تحلوها او لا. بالنسبه للشابتر اللي بعد كده هو شابتر 3. انا درست في الترم الاولاني زي ما درست البرانشنج درست حاجه اسمها اللوبينج. طب اللوبينج دي كنا بنعمل فيها ايه؟ كان بيبقى عندنا حاجه زي عداد متغير اسمه ام، بنقول في اول حاله ان الام دي بتساوي واحد او صفر زي ما احنا عاوزين، الكود بيعيد نفسه كذا مره لحد ما الام دي بتساوي قيمه معينه. يعني زي الاكزامبل اللي قدامنا ده، انا طالبه منه يعمل لي فلوت شارت يطبع لي الارقام من 1 لـ 3. اول حاله هيبقى الرقم الاولاني عندي ان الام بتساوي 1، يعني هياخد من الديفولت بتاعته ان الام بتساوي 1، هيدخل جوه البرانش يقول ايه، لو الام اقل من او تساوي 3 انا المفروض اعمل ايه، اطبع المسج بالرقم. يعني في حاله ان الام بتساوي 1 هيطبع مسج بالرقم، في حاله ان الام بتساوي 2 هيطبع مسج بالرقم، في حاله ان الام بتساوي 3 هيطبع مسج بالرقم. طيب انا بعد ما بطبع مسج بالرقم اللي هو في اول حاله ام، بروح ازود الام تاني اخليها ام الجديده بتساوي ام القديمه زائد 1، في الحاله دي ام الجديده هتساوي كام؟ هتساوي 2، ويدخل تاني ينفذ اللوب. ام الجديده بتساوي 2، هي اقل من 3 او بتساويها، ايوه يطبع تاني رقم 2، ويرجع تاني يعمل انكريمنت الام الجديده هتساوي ام القديمه زائد 1، ويطبع تاني المسج الاخر مره. طب في حاله ان هي بقت الام عندي ب4، لو الام عندي ب4 هيعمل اند للكود. لاحظ هنا ان جمله الفور فيها حدود، فيها انت بتحدد ان بدايتك هي الواحد ونهايتك هي عند رقم 3. انا هنا الكود اللي قدامي الهدف منه ان انا اعمل برينتنج للام كلهم جنب بعض، بدل ما كل واحده تظهر لي في انترفيس مختلف او في تكست بوكس مختلف، بان انا هعمل القيمه هقول له هات لي القيمه القديمه، يعني هو طبع مره 1 وطبع مره 2 ومره 3، كل واحده في انترفيس مختلف زي ما احنا شايفين.